السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مختلف شوية عن محتوى القناة، لكن حاجة أنا بصراحة خدت فيها وقت كتير جدا عشان خاطر أعملها، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم، وهو إزاي أعمل سيجنتشر أو توقيع للإيميل بتاعي بحيث اللي هو ينضاف مع الإيميل لما اجي ابعت. زي ما انتم شايفين هنا دلوقتي، انا مجرد ابعت الايميل بيظهر الشكل دوت تحت الايميل بتاعي. فانا النهارده همشي معاكم خطوه بخطوه ازاي ان انتم تقدروا تعملوا نفس التوقيع دوت. فاول حاجه هنعملها مع بعض اللي احنا هنبدا نعمل جوجل دوكمنت او نعمل وورد. فعشان خاطر نعمل حاجه زي كده نفتح جوجل درايف، ومن جوجل درايف هنبدا نعمل اللي احنا نيو، وبعدين جوجل دوكمنت هيفتح معانا فايل بالشكل ده. انا ليه اخترت ان انا اعمل جوجل دوكمنت؟ عشان خاطر احنا هيبقى عندنا فرصة ان احنا نحط الحاجات كلها اونلاين في مكان واحد. هنبدأ نسميه مثلا جيميل signature 2021. and اول حاجة هنعملها بقى اللي احنا هنعمل جدول. هنعمل هنا من insert هنعمل table، ونخلي التيبل ده عبارة عن 2 في 2. طيب الجدول ده بالظبط هيبقى فيه ايه؟ هيبقى الجزء ده هيبقى فيه الصورة اللي انت هتحطها، صورتك الشخصية، وهيبقى الجزء دوت هيبقى فيه اللي هو التفاصيل بتاعتك، الكلام بتاعك، اللي هو احنا لو رجعنا هنا تاني نلاقي هنا الصورة وهنا الكلام، وبعدين تحت هنا بتكتب كلمة انت عاوز تكتبها، عاوز تكتب مقولة، عاوز تعمل اي حاجة تكتبها تحت هنا. طيب احنا عشان نكتبها تحت هنا محتاجين اول حاجة اللي احنا نخلي ده كده جزء واحد. فهنعمله ازاي؟ هنقوم نعمله سيلكت الاثنين كده، وبعدين كليك يمين، وبعدين نعمل ميرج سيلز. يبقى كده خلاص بقى عندنا جزء تحت ده. طلعت في حاجه اسمها الموتو او اللي هو الموتيفيشن بتاعك يعني، بس انا بالنسبه لي كاتبها حاجه تانية. يبقى اول حاجه محتاجينها ان احنا نعمل صوره. فانت ممكن يا اما تجيب صوره ليك من على النت. يعني انا النهارده دخلت دلوقتي كتبت عبد الله عماد، هتلاقي مثلا صور موجوده ليا على النت. ممكن تجيب اي صوره من الصور دي، او ممكن ان انت تعمل ابلود لصوره من على الجهاز بتاعك عن طريق ان انت تفتح تاب جديده كده، تمام، وبعدين تروح تجيب الصورة من على الجهاز بالشكل ده كده، وبعدين تسحبها هنا كده. فبعدل فيها عن طريق اللي انا بتك كليك يمين على الصورة، وبعدين بتك على حاجة اسمها انسبكت، فبيظهر لي القائمة اللي في الجنب دي. باجي هنا على حاجة اسمها element style. طبعا انا اول حاجة بخلي بس ان الخلفية بتاعتي يبقى لونها ابيض، عشان خاطر احنا عاوزين الخلفية تبقى لونها ابيض، تمام. طبعا الخلفيه بتاعتي دلوقتي ما اتحولتش برضو، فهنحلها في الاخر، هقول لكم هنحلها ازاي. هنتك كليك هنا في اي حته تحت هنا كده، هيظهر لنا ايه، امر جديد، كوماند لاين جديد، هنكتب فيه حاجه اسمها border، بعدين radius بالشكل دوت، وبعدين ندخلها 50%. هيبدأ يحول لنا الصورة بتاعتنا بقت بالشكل دوت دلوقتي. نتك انتر عشان نخش على الامر بعديه. هنعمل بقى حاجة اسمها بادنج. البادنج ده هو اللي هيكون الجزء الابيض اللي حوالينا ده، فهيبقى البادنج، وبعدين نخليه مثلا 250 بكسل مثلا، وبعدين نتك انتر. حاول ان انت ما تعملش ريفرش للبراوزر بتاعك عشان خاطر الصورة ما تروحش بالشكل دوت. هتحاول ان انت توسطن بس الصورة. انا بستخدم طبعا ويندوز، فعشان تاخد سكرين شوت للصوره ديت ونحتفظ بيها هتتك على العلامه بتاعه الويندوز اللي هي على الاقصى الشمال خالص في الكيبورد، ومع نفس الوقت تتك على الشيفت وبعدين حرف الاس. هتبدا ان انت تعمل سيلكت للصوره زي ما انتم شايفين كده. انا عملت اهو سيلكت للصوره، هيظهر لي هنا في النوتيفيكيشن بار اللي انا عملت سيلكت للصوره اللي هي الجزء دوت هنا، وبعدين بتك عليه كده هيظهر لي الصورة بتاعتي. هتك اللي هي سيف، وسيفها على الديسكتوب باسم بيك 1، وبعدين هتك سيف، وكده خلاص يبقى سيفت على الجهاز عندي. نقفل بقى ده خلاص كده مش محتاجينه. نرجع هنا للجيميل سيجنتشر بتاعنا، وبعدين لما ندخل الصورة عن طريق هنعمل انزرت ايمج وابلود فروم كمبيوتر، وبعدين نختار البيكتشر اللي احنا اخترناها، فهتلاقيها بقت موجودة معانا بالشكل دوت. ده كده اول حاجه احنا خلصناها في السيجنتشر بتاعنا. تاني حاجه جزء هنا هو جزء بتاع الكتابه بتاعي اللي انا هكتب فيه معلومات عني، وانت تكتب فيها معلومات عنك برضو كذلك. خلاص كده احنا كتبنا المعلومات اللي احنا عاوزينها. طيب احنا اول حاجه ممكن نعملها اللي احنا شايفين ان الصوره هنا حجمها كبير جدا شويه بالنسبه للجدول، هنبدا ان احنا نصغرها شويه، وبعدين ممكن احنا نحرك الجزء ده كده بحيث اللي هو ايه،
يبقى الجزء بتاعنا مكتوب كده. طيب انا شايف ان هو الشكل بتاعها مش احسن حاجه يعني، فاحنا ممكن ان احنا نحليها شويه، فنبدا مثلا ناخد عبد الله دوت نزوده نخليه مثلا 15 مثلا ونخليه بولد، و البوزيشن برضو بتاع اليونجو نخليه بولد ونكبره مثلا يبقى 12، وهنا مثلا ممكن نكتب تحت هنا برضو. الفونت برضو مش عاجبني قوي، فانا ممكن ان انا اختار فونتات هنا، ممكن اختار مثلا فونت بتاع جورجيا مثلا، فتلاقي الفونت بعمل كده. كذلك الالوان برضو ممكن ان انا اغير الالوان بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، نبدا ان احنا نغير اللون بتاع التكست بتاعي زي ما انا عاوز. مثلا انا هنا عاوز اجيب الالوان دي كده، وخلي دي مثلا اخضر، كذلك دي برضو اخضر مثلا، و ده كده هنا نخليها مثلا ازرق غامق، كذلك دي كده برضو ازرق غامق مثلا. كذلك برضو رقم التليفون ممكن انت تكبره او تغير شكله عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص اهوت، بحيث ان هو يكون معاك الشكل ده. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع الجزء اليمين في السيجنتشر بتاعنا، والجزء الشمال بتاعه خلصناه. كذلك ممكن نكتب هنا برضو المقولة اللي احنا عاوزينها مثلا، اللي هو ايه، كذلك برضو ممكن نخلي دول كده يبقوا ايتاليك. طيب عاوزين بقى نحط اللوجوز بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها هنا في الايميل بتاعنا. هنبدأ اللي هنفتح تاب جديدة ونكتب مثلا فيسبوك لوجو بي ان جي، هيظهر لنا هنا اول لينك عندنا اهوت، تخش عليه وتختار اللوجو اللي انت عاوزه. فانا مثلا هختار اللوجو ده، وبعدين اتك هنا داونلود، بعدين استنى ثانيتين، وبعدين اعمل داونلود، هيبدأ اللي هو ينزل على الجهاز عندي. انا هاخد الصورة دي زي ما قلنا، احنا ممكن ناخدها كوبي كده اصلا، تمام، ونيجي هنا نحطها هنا كده باست، او ممكن ندخل الصورة عن طريق نعمل انزرت من هنا زي ما عملنا في الصورة اللي هي بتاعت الشخصية دي. نصغر الفيسبوك بتاعتنا كده، ونعمل نفس الكلام لباقي السوشيال ميديا اكاونتس اللي انت عاوز تضيفها. فانا عاوز اضيف مثلا لينكد ان، خلينا في اول لينك ده كويس، خلينا احنا عاوزين نضيف مثلا لينكد ان، فاختار لينكد ان الصورة دي مثلا، تمام، نعمل لها داونلود داونلود. خليني ان انا بدي ادخلها بالطريقة التانية عشان برضو تبقوا عارفين الطريقتين. يبقى انا هاجي اقف هنا اهوت، تمام، وبعدين بتك انزرت ايميج فروم كمبيوتر، بعدين باجي على الداونلودز بختار الصورة بتاعتي واعمل لها ابلود. طبعا هي حجمها كبير، نبدأ ان احنا نصغرها عشان تبقى بنفس حجم الفيسبوك اللي جنبها، وكذلك لي باقي السوشيال ميديا اكاونتس. فاحنا هنا نكتب برضو انستجرام، وخلينا بقى بسرعة سريعا كده ناخد الحاجة. وأخيرا عاوزين نحط بقى مثلا تويتر، برضو نفس الويب سايت، اللوجو بتاع تويتر العادي خالص. كده احنا خلاص تعتبر خلصنا، حطينا اللوجوهات. عاوزين بقى نخلي ان اللوجو ده يلينك الفيسبوك بتاعي، بحيث ان لما اتك عليه يخش على الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي. فانا اول حاجه هنعملها ان احنا نفتح الفيسبوك بتاعي، ده الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي، تك كنترول سي، ونيجي هنا في الفايل نعمل عليه كليك يمين، وبعدين نعمل حاجه اسمها لينك، ونبدا ان احنا كنترول في، وبعدين ابلاي كده بقى. اللي محدد تكه بعد كده في السيجنتشر بتاعك على اللوجو بتاع الفيسبوك هيخش على الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعك بالظبط على طول. نفس الكلام هنعمله ليه لينكد ان، فاحنا ندور كده عبد الله عماد على لينكد ان اهو، كنترول سي، ونيجي هنا لينك كنترول في، وبعدين التك ابلاي. كذلك في الانستجرام نكتب برضو عبد الله مات، الانستجرام بتاعي اهو، كنترول سي، وبعد كده نيجي هنا لينك كنترول في. كذلك في تويتر، ما اظن شفت تويتر هنا تويتر اهو،
في لينك في كنترول في ابلاي كده. احنا المفروض ان احنا دخلنا كل حاجه. ممكن برضه عشان خاطر يعني نخلي الحاجه شكلها احلى شويه، ممكن احنا نيجي هنا نسلكت التكست ده كله ونبدا ان احنا نحركه شويه كده، بحيث لو يكون بعيد عن الخط ده كده شويه. عاوزين طبعا تصغر ده او تكبره، مفيش اي مشكله خالص اللي يعجبك يعني. طيب احنا دلوقتي عاوزين بقى نشيل البوردرز اللي هي موجوده دي، فهنعمل سيلكت للتيبل كله كده تمام، وبعدين هنيجي هنا فوق على اليمين هتلاقي حاجه اسمها بوردر ويدث، هنخليها صفر، فكده يبقى كل حاجه اتشالت. بس احنا ممكن برضو نعمل حاجه تانية احسن، اللي احنا عاوزين نسيب بقى البوردر اللي هنا دي، فاللي انت بتيجي في النص هنا وتعمل سيلكت ليها، وبعدين تختار البوردر ويدث وتخليها 1.5 مثلا، وتخلي لونها مثلا اللون البتنجاني اللي انا كنت عامله ده. فكده انت تعتبر خلاص خلصت كل حاجه بتاعتك، انت تعتبر الايميل بتاعك خلاص خلص، السيجنتشر بتاعك بقى جميل ورائع زي ما انتم شايفين كده. نبدا اللي احنا بقى ايه نعمل له انزرت وندخله في جيميل. فعشان نعمل حاجه زي كده هتخش على الجيميل بتاعك، وبعدين تيجي هنا سيتنجز سي اول سيتنجز، وبعدين هتنزل تحت هنا هتلاقي في حاجه اسمها سيجنتشر. طبعا ده السيجنتشر القديم بتاعي، انا هنعمل كرييت نيو سيجنتشر ونخليه مثلا تمام، وبعدين انت كرييت هتلاقي ان عندك المكان ده فاضي. هتيجي هنا بقى تعمل كنترول ايه عشان تسيلكت كل الكلام المكتوب، وبعدين كنترول سي عشان تعمل له كوبي، وبعدين تروح هنا تعمل كنترول في هتلاقي ان الايميل بتاعك بقى موجود هنا بالشكل ده. هتنزل تحت وتتكه سيف تشينجز، لما تيجي تبعت بقى ايميل جديد دلوقتي يعني نقفل ده كده، وعاوزين ان احنا نعمل نضيف السيجنتشر اهوت، هتلاقي السيجنتشر بتاعك ظهر بالشكل ده. لو عبينا نكبر الايميل هتلاقي اهوت بقى موجود بالشكل ده الايميل بتاعك. تقدر انت تبعت على طول هنا، تكتب اللي انت عاوزه وتبعت للناس اللي انت عاوزها. وده كده يكون ازاي ان انا قدرت اعمل ايميل سيجنتشر من بدايته لنهايته معاكم خلال الفيديو دوت. اتمنى ان هو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.